كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعوبة حلوة موت. ما تخافش على الأهل، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الأزمات صناعة لالتهام المشكلات. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 546 من ملك وكتابة. الأزمات فن لخلق المشاكل ولا لا؟ يعني هي بقت في شطارة الفترة الأخرانية دي، كل واحد يتزنق يعمل لك أزمة مفتعلة، تكبر تكبر تكبر، كل الناس تروح تتكلم فيها وتسيب الموضوع الاصلي يتنسي. النهارده احنا صناعه الازمات. النهارده المفروض الناس فرحانه وعوده النشاط الكروي ومش عارف ايه، المفروض ده يبقى حديث الساعه. لا، اخلق بقى نطور مشكله هنا مشكله هناك في البرامج، نقعد احنا بقى ايه وغيرنا نتحدث في امور والله اخرها لا يفيد الوسط الرياضي ولا المواطن الرياضي، لكن تركها أكثر ضررا من التعرض لها. تركها أكثر ضررا من التعرض لها، لكن أعتقد مضمون حلقة النهاردة في كتير من ما يجب التعرض له. مقالي وما قالوا، ليست عن عاشور ولكن بمناسبته. الغربال، موقف رمضان وأزمة أزاره، بعظمة لسانه، وقول كمان يا ابن النادي، مجلتنا كيف احتفلت مجلة الأهلي بنادي القرن، الشموع الحمراء، أمين سامي باشا صاحب اسم الأهلي، وأخيرا في أسرار الملك، أحمد حسام ميدو في الأهلي. ده المضمون بتاع حلقة النهاردة، إن شاء الله هتتابعوه معانا تباعا، ونتمنى إن شاء الله نقدر نناقشه كله. مقالي وما قالوا، وبداياتنا يا باشمهندس. ليست عن عاشور ولكن بمناسبته، ايه بقى؟ يعني احنا عايزين، واحنا بنتعرض دايما زي ما قلنا ايه، احنا بنتكلم على المكتوب عن القضيه وليس صاحب الشأن. من اصعب الامور كمان اضافه الى هذا انك تتكلم على حد عشت طول عمرك تحترمه وتحبه يعني ما كنتش تتصور انه في لحظه ما ان الازمه هتيجي من الجهه دي او من الناحيه دي. لكن ده بيفجر موضوع ليست عن عاشور ولكن بمناسبته. بمناسبه ايه بقى؟ هو بمناسبه ما يحدث. الاحترافيه بتقول ايه في الانديه؟ متى يعتزل اللاعب؟ هل من حق اللاعب هو ان يظل يلعب طالما يريد؟ ولا ان المصلحه العامه قد تقتضي احيانا انك تقول للاعب شكرا، يا تحب تكون موجود معانا وتبطل معانا، يا اذا كنت شايف انك قادر تلعب أنا ببلغ بدري عشان ما يعني. هذا هو نوع الاحترام، لأن أنا شفت ناس كتير عمالة تقول والله اللي حصل مع عصام عاشور ما كانش صح. إيه اللي ما كانش صح فيه؟ ده رؤية فنية، الرؤية الفنية شافت إن في بدائل صاعدة، وأنا هنا عايز كل لاعب مش حسام عاشور يتذكر كيف صعد، كيف لعب. ما هو كابتن حسام عاشور خده كنموذج يعني. ده انت بالمناسبه اللي انت بتقوله، حطه مع عربي بدر، ده لسه صاعد اهو في نفس المركز. ما احنا مش عايزين نقول العربي بيبطل عاشور، هي مش كده. ومش عايزين نقول حمدي فتحي، ولا عايزين نقول ان ظروف الفريق والتحديات المقبله هل هتتحمل انك ممكن تضحي بلاعب واعد او بناشئ علشان تقدر تدي فرص اكتر للاعب يبدو انه مش هيقدر يفيدك على مدى 90 دقيقه؟ لا ينتقص هذا من احد، دي سنه الحياه والطبيعه، وقالها زين الدين زيدان
اعتزلت لان العقل الجسد لم يستجب لنداء العقل او لتعليمات العقل. انت عايز تنفذ حاجات عندك افكار مش قادر تنفذها، فانت وبتبتدي بيبقى لها ارهاصات. انت الموسم اللي فات لازم تبقى فيها ارهاصه بتقول لك هيبقى الشكل ازاي. الوضع كان الناس كلها متصوره ان الموضوع كان هيبقى اسهل قوي مع كابتن حسام عاشور، ما كانش حد متصور ان دي قد تسفر على اكبر ازمه يواجهها النادي الاهلي، ليها تداعيات مهمه قوي في النادي الاهلي، وما زالت الناس بتتكلم فيها. الاحترافيه بتقول ايه؟ الرؤيه الفنيه. طب الرؤيه الفنيه، طب امتى تبلغ اللاعب؟ ما انت كل اللعيبه بتتبلغ في نهايه الموسم، لانك انت عندك لسه موسم دور كامل، مش مفروض اللعيب يبقى يعني في ازمه وهو موجود في النادي الاهلي. لما تقارن بقى وتشوف اكرامي، خلاص هو الراجل خد قرار ووضح ومحدش زعل منه. كابتن احمد فتحي تفاوض ولكن انتقل، الناس زعلت شويه ولكن قبلت ان ده عرض وطلب، وفي الاخر اختار اللي هو عايزه وما زال يعامل كلاعب في الفريق على اعلى مستوى. طب ليه ازمه الكابتن حسام عاشور؟ لان كابتن حسام عاشور كان قدامه خيار، تبطل وكرم كما لم يكرم احد. لا، الرد لا انا اقدر العب. المدهش ان ما كانش ده الرد، يعني لانه لو كان يقدر او في عروض تانية كان من حقه، واللي يقدر يلومه عليه يبقى غلطان. يعني هو لو كان جاله من الانديه الشعبيه الكبيره عروض يقبلها تليق بيه وتدي له المبالغ اللي هو عايزها، ما كانش فيها اي ازمه، لا الاهلي كان هيزعل ولا جمهوره كان هيزعل. الزعل جه منين؟ انك انت تطلع تحط النادي بتاعك على طول تحت ضغط، تصريحات مش متوقعه منك. ودي تقودنا تاني، متى يحق للاعب ان يعلن اعتزاله؟ هل هو حق مطلق للاعب؟ وهل دي لما تقول له انا شايف في رؤيه فنيه بتقول كفايه لحد هنا تنتقص منك تشيل من تاريخك؟ ابدا. اولا تاريخ كابتن حسام عاشور اتكتب، ما حدش هيقدر يجي ناحيته، لكن لو دامت لغيرك وصلت لك. هي المساله كده. طب هو الاحترافيه بتقول ان النادي لازم يجامل اللاعب بمواسم استثنائيه او بمبالغ استثنائيه وان شاء الله على حساب انه يضحي بلاعب صاعد او واعد، ما تبقاش فيها احترافيه. الموضوع يا استاذ ابراهيم هو ده اللي انا عايز اناقشه، مش حكايه كابتن حسام عاشور قال ايه او ما قالش ايه. كابتن حسام عاشور كل اللي انصحه بيه كراجل بيحبه، نهدى بقى شويه، سيب الايام تعالج هذه الجروح اللي ما كان لهاش لازمه. ما كان لهاش اي لازمه بالتاكيد، ونتمنى ان تقف مشكله حسام عاشور عند هذا الحد، لانه بالتاكيد كتر الكلام مش في صالحه على الاطلاق. دي كانت مقاله المهندس عادل القيعي عن بمناسبه حسام عاشور وليست عنه شخصيا، لكن الكلام بيجيب بعضه. ويبقى المهم ما هو في الغربال. الغربال الحقيقة نشر كتير جدا الفترة اللي فاتت عن الأهلي، هقول لك بعض المقتطفات لأنه الوارد جدا والواضح أنه ما بين موقف رمضان صبحي والحرص دايما وأبدا على أن هناك أزمة بالنسبة لوليد أزارو. هقول لك بعض الأخبار السريعة. كهربا يشعل الأهلي، التخطيط تطرح إعارته وفايلر يرفض، والأهل حيران مع أزارو. كل دي نماذج لأخبار منشورة في المواقع وفي الجرائد. لا حول ولا قوة إلا بالله. رغم العرض اليوناني وفشل صفقة مولكا، أزارو راجع الأهلي من تاني، والأهلي يرفض توصيل فايلر. ريني يطلب تدعيم قلب الدفاع والمنطق سلاح الإدارة، ترجع تاني لجنة التخطيط توصي بتدعيم دفاع الأهلي قبل الموسم الجديد، والدفاع أزمة في الأهلي، والأهلي يفتح تحقيقا في أسباب كثرة إصابة المدافعين، والأهلي يرفض العناد، الإدارة تحذر فايلر من سيناريوهات جمعة، وصالح وباجي يشعلان غضب المجلس. كلام كتير من هذا المستوى وهذا النوع. ما يتعلق إن النادي الأهلي في أزمة ومولع من قبل الدنيا ما تبتدي. وده يعني خلاص بقى طريقة وحفظناها، يعني المفروض جمهورنا ما ينجرفش ورا الأمور دي خالص، يعني
خاصة كل مرة نسأل يطلع أن الأمور مختلفة تماما عن هذا. كهرباء في أحسن درجات القناعة والعلاقة والتركيز بين الجهاز الفني. وانت سألت وتحريت وتأكدت بالظبط طمن الناس. كهرباء مع فايلر في أسعد اللحظات. ريني فايلر في البداية لو تفتكروا حضراتكم قال إن المطلوب من محمود كهربا بعض الأمور التكتيكية في تحركاته وفي توظيف قدراته المهارية لصالح الفريق، والراجل وصل مع كهربا لمرحلة متقدمة جدا في الاتجاه ده، وشفته في الماتشات الودية واحد من أبرز اللعيبة اللي شاركت كان كهربا. موقوف محليا، رئيس لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم قال إنه العقوبة مش منظور تخفيفها، لكن كهربا نفسه بيلتمس التخفيف. دي جزئية إدارية أو مسألة تخص الاتحاد، لكن ما يخص العلاقة ما بين كهربا وما بين ريني فايلر على أحسن ما يكون، فبالتالي كتر الرغي فيها إنه يصل إنه لجنة التخطيط كمان بتبحث إعارة كهربا. وهنا عايز أقول حاجة يا جماعة، لجنة التخطيط هي لجنة حتى من اسمها لجنة تخطيط، فيها اتنين من قمم رموز الكرة الأهلوية والمصرية عامة، الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف بعد انتقال الكابتن خالد بيبو لإدارة قطاع الناشئين، ومعاهم مفوض من الإشراف على الكرة. من المناسب نشرح تاني عمل لجنة الكرة في النادي الأهلي. لجنة الكرة منذ أن كانت برئاسة الكابتن صالح سليم ثم الكابتن حسن حمدي ثم الكابتن محمود الخطيب دائما وابدا، وهي الان ايضا هي تحت اشراف الكابتن محمود الخطيب. هي برئاسه الكابتن محسن صالح لكن تحت اشراف الكابتن مفوض من المجلس من الكوره. هي لجنه بترسم استراتيجيات وسياسات، ايوه، لكن بتتحرى رغبه الجهاز الفني. ايوه عندها السلطه، لكن هي مش السلطة اللي بتلغي الرؤية الفنية، مش السلطة اللي بتلغي الجوانب الإدارية الواضحة. يعني ما بتخشش في شغل مدير الكورة، ما بتخشش في شغل المدير الفني، ما بتخشش، لكن بتجمع كل الأسماء، كل الترشيحات، كل بتحل الأزمات المحتملة، بتسمع الرؤية الفنية والرؤية الإدارية وبتساعد الأجهزة الفنية والإدارية إنها تحقق لهم طلباته. فليست إنك يقول لك اللجنة تطالب أو بتحقق، لا، هي اللجنة لن تحقق ولا تحقق، واخد بالك، مع فلان ولا علان، إنما هي تقعد تناقش الناس. صحيح. جزئية تقرا برضو من ضمن المنشور، لجنة التخطيط تستدعي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق. ليه؟ قال لك عشان أزمة رمضان صبحي. رمضان صبحي عقد استعارة الأهلي ليه من نادي الإنجليزي كان بينتهي في 30 يونيو. ما هو كابتن سيد عبد الحفيظ أو أي حد ما كانش في إيده إنه يغير تاريخ الاستعارة. دي مسألة بديهية جدا. لا، في مسؤولية مباشرة على الكابتن سيد. في أزمة كورونا اتضح إن هو الذي أطلق الفيروس وهو اللي تسبب في تأجيل الدوري لحد ما انتهت إعارة رمضان. سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ هو المسؤول عن كورونا، أمال إيه؟ سيد عبد الحفيظ جاب لنا الكورونا. على مستوى العالم. هو اللي وصلنا لحد يونيو. ومش قادر يروح الفيوم، يعني صح؟ هو العقد كان ساعتها ان الموسم كان هيخلص في التوقيت ده. فالعقد كان كده. لانه كان مرتبط بالدوري الانجليزي، ما هو انت النادي اللي بيدي لك الاعاره هو بيشوف ظروفه هو، مش ظروفك انت. فكان في كلام في الاتحاد الدولي ان الفتره بتاعت كورونا دي هنمد فترة الإعارات على الأندية كلها، وبعدين رجعوا قالوا إيه؟ لا، خليها بالاتفاقات بين اللاعب والناديين. وده اللي عمله النادي الأهلي، ما قدرش يوصل لنتيجة لحد اللحظة دي مع هيدرسفيلد. إنما في مجهود، ومجهود مخلص مستمر، في مثابرة، في دقة، في تواصل تحت إشراف الكابتن الخطيب نفسه. في لعيب من اهم اللعيبه المصريه، نجاحاته مع النادي الاهلي هو نفسه يعني طور نفسه وهو احد اسباب هذا النجاح، وايضا لمس بنفسه حجم التطور اللي حصل له مع النادي الاهلي. فمؤكد ان الرغبات متبادله. هو في دور قبل النهائي لبطوله افريقيا،
يهتم ان المشوار يكمل عشان باذن الله يروح كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. المصالح ايضا بتربط المصائر، يعني المصالح هنا مصير الكابتن رمضان انه يكمل لحد انتهاء الدوري مع النادي الاهلي. الشهرين دول هيقبل هيدرسفيلد نتكلم فيهم، هننجح في النقل النهائي للنادي الاهلي، هيكون في عروض ما نقدرش نقاومها جايه له. بالنسبه لهيدرسفيلد لازم نفهم ان في نادي اجنبي صاحب القرار، مش الكابتن رمضان لوحده ولا النادي الاهلي. وعقده بقى فيه سنه معاه، فالتاني بيبحث عن افضل تسويق ليه. وكمان ان الاستاذ نادر شوقي يطلع يوضح للناس الجديه بتاعت كل الاطراف في هذا الامر. موقف ازارو، كل شويه في ازمه لازارو. يا جماعه ازارو ما فيش جديد. ازارو الاتفاق السعودي زي ما انتم شفتوا موقفه الا اعلنه. لكن حتى الان شفنا الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات وقال انه وليد ازارو هيفضل موجود في بلاده في المغرب لمده شهر، وهيجي ان شاء الله ينتظم في تدريبات النادي الاهلي. غير كده ما فيش اي جديد في ازارو الا على صفحات الجرايد والمواقع. ده كان ما في الغربال، لكن بعد الفاصل بعضمة لسانه وقول كمان يا ابن النادي.